أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلِّ عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علی. پروردگار عالم ایک پاک محفل اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما. اندے وچ جو نذرانے پیش کیتے گئے اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما. جو کلام تو پڑھیا گیا وہ قبول و منظور فرما. جو طعام پکایا گیا وہ قبول و منظور فرما. جو طعام اتھم فروٹ دی صورت کئی شکل وچ رکھا گیا وہ قبول و منظور فرما. پیر بھائی نے جتنا کلام پڑھیا کو قبول و منظور فرما. یہ سارے دا ثواب انہیں مشائخ دی توسط دے نال حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ تحفت نے ہدیت نے پیش کیتا. حضور دے وسیلے جلیل نال تمام بے اکرام تمام اہل بیت اکرام تمام صحابہ اکرام تمام ازواج مطہرات
تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات تمام ائمہ کرام شہدائے کرام شہدائے احد شہدائے بدر شہدائے کربلا دی بارگاہ دے وچ تحفت نحتیت پیش کیتا تے انہاں تمام مشائخ دے طفیل افسانہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ سوروردیہ دے خدمت تحفت نحتیت پیش کیتا تمام سلاسل دی بارگاہ دے وچ تحفت نحتیت پیش کیتا بالخصوص سلسلہ عالیہ قادریہ دے مشائخ عظام دی بارگاہ دے وچ تحفت نحتیت پیش کیتا علی تخصیص حضور قطب عالم حضرت سید قطب علی شاہ صاحب دامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بارگاہ دے وچ تحفت نحتیت پیش کیتا تے انہیں دے طفیل آستانہ عالیہ مانی شریف دے تمام بزرگان گرامی دی خدمت تحفت نحتیت پیش کیتا پروردگار عالم انہیں دے طفیل سارے تے اپنا کرم تے فضل فرما جتنے پیر بھائی حاضر ہیں سب دی حاضری قبول تے منظور فرما سب دا دلی نیک مراداں پوریاں فرما آرزواں تمنا پوریاں فرما پروردگار عالم جو حاضر ہیں پیر بھائی سارے نے جھولے مراد دے نال بھر دیو پروردگار عالم اپنے محبوب دے صدقے دے نال جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما سارے روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما بے اولادیں کو اولاد نرینا عطا فرما مقروضوں کو قرضے کو نجات عطا فرما یہ آستانے کو آباد شاد فرما دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما حضور قطب عالم رحمت اللہ تعالیٰ دے فیوز و برکات کو جاری و ساری فرما دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما سارے مشائخ دا سایہ دراز فرما انہیں کو دین متین دی خدمت دی توفیق عطا فرما سارے علماء کرام جنہیں نذرانے پیش کیتے گئے خطابات فرمائے انہیں دی حاضری قبول و منظور فرما انہیں دے علم و فضل دے وچ اضافہ فرما فسہل جا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل الہی رحم بہرے مصطفیٰ کن محمد یک نظر بہرے خدا کن خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول قبر میں سرکار آئیں ان کے قدموں میں گروں جب فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں ان کے پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمۃ آمین آمین اجمعین برحمت کے یا رب